بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم طلابنا الأعزاء أجمل ترحيب. وهذه المحاضرة هي استكمال للمحاضرة الماضية اللي كانت مقدمتها الوحدة الثالثة، والآن تقريبا أكثر من وسط الوحدة، وهاي الصفحة 28 اللي أمامنا. وهاي الصفحة، طبعا هاي الصفحة مهمة جدا مهمة جدا. وطبعا هاي الصفحة تتناول باللغة الإنجليزية يسموه word formation. word formation اللي يعني طبعا تكلمنا عنه في بداية الوحدة بالشريط هذا الموجود في بداية الوحدة. word formation هو كيفية دخول الكلمات الجديدة إلى اللغة، أو طريقة اشتقاق كلمات من داخل اللغة نفسها، أو أحيانا تحويل الاسم إلى في نفس اللغة، ليس من لغة أخرى، في نفس اللغة، تحويل الصفات إلى أسماء أو العكس، تحويل الأفعال إلى أسماء أو العكس، تحويل الأفعال إلى صفات أو العكس، وهكذا. فهذه الصفحة مهمة جدا. وبداياتها طبعا هنا عندنا جدول نعطيني به، هاي يسموها اللواحق suffixes باللغة الإنجليزية، يسموها endings، هو مسميها هنا endings للتبسيط، ولكن هي باللغة الإنجليزية يسموها suffixes اللواحق. جاي يقول لي يعني هنا تقريبا أشبه بالقاعدة، يعني إذا نشوف اللواحق التالية في نهايات بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية تحديدا، طبعا إذا نشوف هاي اللواحق في نهايات الكلمات باللغة الإنجليزية، هاي اللواحق، هذا معناها أنه هذا الكلمة اسم. ونشوف المجموعة الأخرى، إذا نشوف y l y o u s f u l l e s في نهايات بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية، هاي الكلمة هي عبارة عن صفة. طبعا هذا يعني قلنا هذا جزء من قاعدة، ولكن عندنا صفات كثيرة باللغة الإنجليزية ما تحتوي على هذه اللواحق، ولكن يقصد هنا بالاشتقاق. يعني خلينا نقول عندنا فعل واريد نحوله الى صفة، نضيف حسب، طبعا هذا حسب الكلمة في اللغة الإنجليزية. ويعني المشكلة في اللغة الإنجليزية هي سماعية، يعني لازم نحفظ كل كلمة هي واشتقاقاتها، ما يعني صعب جدا صياغة قاعدة موحدة لكل مفردات اللغة الإنجليزية. ولكن بشكل عام يعني عندنا مثلا كلمة hot ما بيها هاي اللواحق، أو كلمة مثلا clean أو clear أو tall أو cold، كثير عندنا كثير صفات باللغة الإنجليزية ما تحتوي على هاي اللواحق، ولكن جاي ينطينا قاعدة على الاشتقاق، انه بامكان اضافة هاي اللواحق حتى نقدر نصيغ مثلا الصفة هنا. طبعا هنا مثلا ly في احيان كثيرة تشير الى الظرف باللغة الانجليزية، يعني عندنا مثلا كلمة daily weekly monthly، هاي ظرف زمان وأيضا ينتهي بالواي. وفي أحيان أخرى مثلا عندنا هنا friendly، مثل ما هنا موجودة عندنا هاي الكلمة، هي عبارة عن صفة وتنتهي بالواي. فرح نشوف هسه هنا عندنا هاي الجدولين، جدول هذا أول جدول وهذا الجدول الثاني. الجدول الأول هو يعني عندنا اسم
وبإضافة بعض الإضافات، أو عفوا هو فعل وبإضافات معينة من هاي اللي عفوا من هاي الإضافات اللي هسه ضفناها قبل شوية أو اللي شفناها قبل شوية، بهاي الإضافات نقدر نصيغ الاسم. عندنا الفعل كأصل وببعض الإضافات نقدر نصيغ الاسم، نصيغ الاسم. وأنا جهزتها في جدول. أوكي، عندنا الاسم والفعل. أوكي، أحيانا هو في الفراغات مثل ما نشوف، أحيانا هو ناطين الفعل وتارك الاسم، أو العكس الفراغ، يعني أحيانا ناطين الفعل ويريد الاسم، أو أحيانا ناطين الاسم ويريد الفعل. وهذا اللي يعني لازم تنتبهوا للطلاب، إنه هاي الشكل من أشكال الامتحان، شكل من أشكال الامتحان، إنه تعطى الفعل أو الاسم وتعطى إضافة معينة وأنت تختار بعض الإضافات، أو أحيانا أنت مثلا تعطى الكلمة وتضيف لها الإضافة. أنا مثلا أطلب من عندك إنه تصيغ لنا الاسم من هذا الفعل وتكتب لنا يعني الكلمة بالفراغ. أوكي، فأنا جهزتها الآن، راح نعرف الآن بعض معانيها، راح نعرف بعض معانيها. explanation و explain. explain يشرح، يفسر، هذا الفعل. explanation شرح أو تفسير. invitation و invite بمعنى يدعو إلى حفلة أو اجتماع أو يعني وهكذا. invitation دعوة. translate يترجم. translation ترجمة. decide يقرر. decision قرار. enjoy يستمتع به. enjoyment استمتاع. employ يوظف. employment التوظيف أو العمالة. improve يحسن. improvement تحسين. discuss يناقش. discussion مناقشة. organize ينظم. organization منظمة. imagine يتخيل، يتصور. imagination خيال. advertise يعلن، مع الإعلانات اللي نشوفها يعلن. advertisement إعلان. advertisement إعلان. هذا بالنسبة للجدول الأول. بالنسبة للجدول الثاني عندنا الاسم والصفة. الاسم والصفة، يعني أحيانا هو نعطيني الصفة ويريد الاسم، وأحيانا نعطيني هو الاسم ويريد الصفة. هاي أيضا جهزناها في جدول آخر، واللي الطالب يعني ما عليه إلا أن يكتب الكلمة مقابلها. أوكي، مثل ما نشوف هسه بالجدول القادم. مثل ما نشوف هنا عندنا جدول الاسم والصفة. فراغات نعطيني هو مثلا الصفة ويريد الاسم، أو العكس. فإحنا هنا جهزناها، أوكي، مع ملاحظة طبعا الإضافات التي تكون في نهايات بعض الكلمات. أوكي، مثلا هنا friendly friend، طبعا هذا بشكل ودي، وهنا صديق. famous مشهور،
فيم شهرة، ليزي كسول صفة، ليزينس الكسل، patient. طبعا هاي كلمة patient تجي بمعنى مريض، كلمة مريض، ولكن المقصود هنا بمعنى patient معنى صبور، وpatience هنا الصبر، patience الصبر. happy سعيد، happiness سعادة، careful يعني متأني، أو خلينا نقول نعم متأني، وcare يعتني يعني العناية به، العناية. اوكي، different مختلف، difference الاختلاف، helpful اوكي كان هذا مفيدا مساعدا، help المساعدة الاسم طبعا هنا، beautiful جميل لطيف، beauty جمال، guilty بمعنى مدان، طبعا هنا guilt اعتذر، guilt noun، guilt adjective guilty، مدان هنا الإدانة، important مهم، importance الأهمية، dangerous نشوف هاي الإضافات الموجودة، ANC وأيضا OUR OUS، طبعا هاي نلاحظها. اوكي يعني هو المطلوب من الطالب انه مجرد انه يعرف هاي الإضافة في نهاية بعض الكلمات، beautiful helpful يعني شغلات سهلة بسيطة ما بيها شيء. إذن هذا dangerous خطر، وdanger الخطر، هنا خطر وهنا الخطر. أوكي طبعا بعد أن عرفنا ما مطلوب من عندنا من هاي الجداول، أوكي المطلوب الآن عندنا تمرين، هذا التمرين رقم 3، complete the sentences with one of the words from exercise 1. عندنا هاي كلمات نعطينيها بجدول السابق، وعندنا هاي بعض الجمل وبيها فراغات، نضيف احنا وحدة من هاي الكلمات الموجودة بهاي الفراغات، طبعا بعد الإضافة، بعد نكمل الإضافة المطلوبة ونضعها في الفراغ المناسب، طبعا حسب المعنى، حسب المعنى. ايضا هذا جهزنا تمرين، جهزنا، وهسه الان راح ننتقل للتمرين ونعرف بعض المعاني. نشوف هاي التمرين نفسه. اوكي فالان راح نقرا هاي الجمل المطلوبة، وطبعا نعرف بعض المعاني، مهم طبعا معرفة المعنى. I asked the teacher for help, but unfortunately I didn't understand his explanation. طبعا هو هذا كان هذا الفراغ، كان هذا هو الفراغ المطلوب في الجملة. طبعا هنا مقصود بها الجملة يعني أنا طلبت من المدرس المساعدة، ولكن لسوء الحظ هو يعني ما قدرت، I didn't understand his explanation، ما قدرت أفهم التفسير اللي انطاني أو التوضيح، explanation طبعا هنا قلنا تفسير أو توضيح أو شرح اللي أعطاني المدرس.
رقم اثنين, please can you help me translate this into English؟ من فضلك هل بإمكانك مساعدتي في ترجمة, okay, هذا طبعا هو هذا اللي مطلوب بالفراغ, translate this into English, ترجمة هذا إن كان نص أو جملة أو كلمة أو translate this into English, ترجمة هذا النص أو إلى اللغة الإنجليزية. رقم ثلاثة, my English improved a lot after I lived in London for a month. إذن لغتي الإنجليزية improved, تحسنت a lot بشكل كبير بعد, طبعا هنا ال هنا هو هذا الـ يعني الـ المطلوب بالفراغ, improved, تحسنت بشكل كبير بعد أن lived in London, بعد أن قمت بالسكن أو بعد أن عشت في لندن لمدة شهر. أوكي, نشوف الجملة اللي بعدها. Watch out, be careful or you'll fall. Watch out يعني هاي تقال الانتباه, يعني انتبه أو احذر. Be careful طبعا هو هذا اللي بالفراغ, هذا الكلمة اللي بالفراغ. Be careful, كن حذرا, or you'll fall, وإلا ستسقط. وإلا ستسقط طبعا هو هنا يقصد مو يعني مو الرسوب, يعني تسقط هنا معناه يعني مثل من يعني في حفرة أو من منحدر أو وهكذا. There are many differences between my two children. They aren't similar at all. إذن هناك العديد من, طبعا هو هاي الكلمة, هاي الكلمة المطلوبة differences, طبعا هي الموجودة بالجدول هي difference بدون هاي الاس, differences. هناك العديد من الفوارق أو الاختلافات بين طفلية, بين أطفالي الاثنين. They aren't similar at all, فهم لا يشبهون أحدهم الآخر في أي شيء. They aren't similar at all. رقم ستة, motor racing is a very dangerous sport. Motor racing طبعا هي سباق الشاحنات أو السيارات. Motor racing, racing هو السباق, motor يعني كان شاحنات أو يعني أي خلينا نقول أي خلينا نقول سيارة, حافلة, شاحنة تحتوي على محرك, تحتوي على محرك. إذن قيادة الآلي أو سباق الآليات التي تحتوي على محرك is a very dangerous sport, هو رياضة خطرة جدا. طبعا very dangerous خطرة جدا, طبعا هاي الكلمة اللي نقص بالفراغ, dangerous, dangerous sport, رياضة خطرة جدا. Didn't you enjoy the film? I thought it was wonderful. ألم تستمتع, طبعا هنا هذا اللي بالفراغ. Didn't you enjoy the film? ألم تستمتع بالفيلم؟ I thought it was wonderful. خطر في بالي أنه كان رائعا. أوكي, رقم ثمانية. Thank you for your advice. It was very helpful. شكرا جزيلا لك لأجل نصيحتك, للنصيحة التي أسديتها لي. For your advice, it was very helpful. لقد كانت مساعدة لي بشكل كبير. Okay. The United Nations
is an international organization. طبعا هاي الأمم المتحدة United Nations. Nations هي الأمم. United متحدة طبعا هاي المنظمة المعروفة United Nations أحيانا تختصر ب UN United Nations is an international organization. International هي منظمة عالمية دولية أو عالمية نفس المعنى دولية أو عالمية is an international organization منظمة دولية أو عالمية. والجملة الأخيرة في التمرين we received an invitation to Ted and Sarah's wedding. لقد تلقينا دعوة. هذا طبعا هاي هذا اللي نقص بالفراغ organization. We received an invitation to Ted and Sarah's wedding. طبعا تلقينا دعوة لTed and Sarah. Ted وSarah's wedding لحفل خطوبة Ted وSarah. Ted وSarah. Okay. طبعا لا نزال في نفس الصفحة. ننتقل إلى الجزء الثاني من الصفحة للأعلى. ونشوف هنا we can make adjectives and verbs negative by using these prefixes. طبعا هاي هنا ال prefixes ومعناها باللغة الإنجليزية لواحق ولكن تضاف في بداية الكلمة. لواحق ولكن تضاف في بداية الكلمة. طبعا هنا جاي يقول لي انه لواحق تضاف الى الصفات والافعال حتى نقلب الصفة او الفعل الى عكسه. يعني مثلا عندنا بشكل عام يعني بدون اضافة لواحق مثلا عندنا hot, cold, مثلا tall, short وهكذا صفات كثيرة جدا باللغة الانجليزية. عندنا كلمة عكسها تماما كلمة ولكن في أحيان أخرى عندنا نفس الكلمة بمجرد إضافة بعض اللواحق أوكي بعض اللواحق تقلب الكلمة إلى عكسها. عندنا هنا مثال بسيط. عندنا بالنسبة للصفات منضيف بعض الإضافات إلى الصفة تنقلب إلى عكسها أو نقدر ننفي هاي الصفة أو الفعل. نفي الصفة أو الفعل بإضافة اللواحق طبعا تضاف في بداية الكلمة. ونفس الشيء بالنسبة للأفعال. طبعا للأسف ما عندنا قاعدة محددة باللغة الإنجليزية في اللغة الإنجليزية لهذا الأمر وهي سماعية تعتمد على حفظ الطالب. ولكن عندنا كلمات محددة اللي نعطيني إياها. فعندنا أولا هاي الكلمات راح نضيف لها هاي اللواحق نعرف معانيها ونضيف لها هاي اللواحق. وبعدها أيضا عندنا أيضا تمرين تضاف هاي الكلمات إلى فراغات معينة لإكتمال المعنى. فجهزناها هاي الكلمات هاي اللي عندنا 8 كلمات عفوا أو أكثر جهزناها في الجدول التالي. هاي الكلمات جهزناها في الجدول التالي وأيضا راح نعرف بعض معانيها مثل ما نشوف هنا. هاي الكلمات أول شيء نعرف إنه هاي مثلا هاي pack. باك هي فعل بمعنى يرزم أو حقيبة معينة ويعبيها بالأغراض أوكي أو مثلا يعمل خلينا نقول رزمة أوكي. أمباك هي العكس يعني مثلا يفرغ محتويات حقيبة أو يفتح الرزمة أو وهكذا. فهذا باك ضفنا على أن وانعكس المعنى تماما. possible ممكن impossible مستحيل إذن بإضافة
هاي اللواحق اللي بالبداية تغير المعنى إلى العكس تماما. أوكي agree يوافق على disagree. أوكي لا يوافق على أو يخالف بالرأي مثلا. today entity تدي مرتب، أنت دي غير مرتب، مبعثر، مخربط، يعني مثلا غرفة أثاثها مخربط. أو fair عادل، unfair ظالم أو غير عادل. like dislike على الفعل، طبعا هذا فعل، هاي صفة، هذا فعل، هذا صفة. unfair طبعا أيضا صفة، هذا فعل. dislike لا يشبه أو عفوا لا يحب شيء معين، لا يرغب بشيء معين. appear فعل طبعا، disappear. أوكي disappear يظهر و disappear يختفي. employment العمالة أو التوظيف. employment unemployment طبعا هذا unemployment هو البطالة. unemployment بمعنى البطالة. legal illegal. أوكي legal قانوني ونضيف IL وصارت غير قانوني غير شرعي. polite لطيف طبعا هاي صفة وهاي صفة. polite لطيف، impolite غير لطيف. أوكي نرجع إلى بعد أن عرفنا هذه وعرفنا معانيها، عندنا أيضا نعطينا تمرين بإضافة تلك الكلمات اللي هسه قبل شوية حولناها إلى عكسها، كان الكلمة نفسها أو عكسها، ونضيفها بهاي الفراغات. فجهزناها فراح ننتقل مباشرة إلى التمرين، وأيضا نشوف الفراغ وأيضا نشوف الحل. فنشوف هذا التمرين، نفسها الجمل اللي شفناها بالتمرين ولكن كاملة. Don't go into my bedroom, it's really empty. طبعا هو هاي الكلمة النقص الفراغ. إذن لا تذهب إلى غرفة نومي، it's really empty، إنها غير مرتبة. إذن ما عندنا هنا نفي، ماكو not هنا، أوكي، ولكن أوكي بإعطاء هاي الأن تدي هي غير مرتب، أوكي تم عكس الكلمة. I can't do maths. For me, it's an impossible subject. I can't do maths. Maths طبعا هذا مختصر mathematics. I can't do maths يعني ليس بإمكاني أداء امتحان الرياضيات. I can't do maths. Okay. ليس بإمكاني أداء امتحان الرياضيات أو لا يمكنني التقدم في مادة الرياضيات، نفس المعنى تجي. For me it's an impossible subject، بالنسبة لي إنه okay موضوع مستحيل أو موضوع لا يمكنني استيعابه. Okay impossible subject. رقم 3 I don't dislike fish I just prefer meat. أنا لا أفضل أو لا
أرغب باسم، يعني أنا لا أكره، المعنى هنا I don't dislike، أنا لا يعني خلينا نقول لا أكره السمك ولكنني أفضل اللحم. أوكي، أنا لا يعني ما عندي مشكلة مع السمك، يعني أنا لا أكره السمك ولكنني أفضل اللحم. It's very impolite to ask someone how much they earn. إنه impolite، طبعا هو هذا dislike، هو هاي الكلمة الفراغ. It's very impolite، إنه من غير اللطيف، من غير اللطيف أن تسأل شخصا ما كم هو إيراده أو كم يتحصل على المال، يعني شقد يعني خلينا نقول شقد خلينا نقول راتبه الشهري أو كم هي أجوره، هذا شيء غير لطيف. It's very impolite، إنه من غير لطيف جدا أنه أن تسأل شخصا ما كم هو راتبه أو كم هو أجره. earn يعني كم يقبض أو كم يتحصل على. Okay. earn. When we arrived at the hotel, we unpacked our suitcases. عندما وصلنا إلى الفندق، we unpacked our suitcases. طبعا هاي suitcases هي معناها حقيبة يعني الملابس، حقيبة الملابس. we unpacked طبعا هو هذا الفراغ، we unpacked إذا نحن يعني قمنا بإفراغ محتويات أوكي حقائبنا. It was unemployed for 2 years. Then I got a job a job in an office. إذن أنا كنت عاطلا، unemployed عاطل، for 2 years لمدة سنتين. Then I got a job. وبعد ذلك تحصلت على عمل في دائرة. I think number 7. I think learning languages is stupid. I disagree. I think it's a good idea. إذن طبعا هذا عبارة عن حوار بين شخصين. الأول يقول I think learning languages is stupid. أظن أو أعتقد أن تعلم اللغات هو أمر يعني غبي أو فيه غباء أو بلادة. stupid طبعا هذا أيضا صفة stupid. الثاني يقول I disagree، طبعا هو هذا الفراغ. I disagree، أنا لا أوافقك الرأي. I think it's a good idea، أظن أنها فكرة جيدة. The thief stole my bag, ran into the crowd and disappeared. I never saw him again. طبعا هي هاي الكلمة disappeared. appeared و disappeared، هاي الكلمة اللي نقص بالفراغ. The thief stole، طبعا هذا الماضي مال steal. The thief اللص سرق حقيبتي و جرى في ضمن الحشود، في الزحام اختفى، ذهب في يعني ركض نحو الزحام أو الازدحام، حشود يعني في ضمن مجموعة من الناس. and disappeared واختفى. I never saw him again، ولم أره مطلقا بعد ذلك. Number 9. It's illegal to drive if you aren't insured. طبعا it's illegal، إنه من غير القانوني، غير شرعي أو غير قانوني. to drive قيادة، طبعا يقصدنا قيادة السيارة. if you aren't
انشود. انشود هنا معناتها يعني انشورنس، هاي التأمين، إذا لم تكن تحمل رخصة التأمين. أوكي. You give her more money than me. That's unfair. You gave her, لقد أعطيتها more money than me. لقد أعطيتها نقودا أكثر مني. That's unfair. وهذا أمر غير عادل. أوكي. هاي بالنسبة لي التمرين. هذا بالنسبة لي التمرين. هذا بالنسبة لي التمرين. وتبقى عندنا بالصفحة الأخيرة أمر جدا، وهذا أيضا فائدة مو فرض فقط لل يعني هنا فقط للده، وهذا أمر مهم جدا، وهو طريقة استخدام الأحرف الجار للإشارة إلى الزمن. يعني أحيانا كلمات في اللغة الإنجليزية أو تعابير في اللغة الإنجليزية تأخذ أحرف جر معينة ولا تتقبل أحرف جر أخرى. أوكي. فأقول at 6 o'clock هنا مثلا 0، فهو هنا هذا التمرين جاء يقول لي أكمل تعابير الزمن التالية باستخدام at, on, in or no preposition، أو بدون حرف جر، بدون حرف جر. استخدم at, on, in، at, on, in أو لازم. كل هاي التعابير تشير إلى الزمن، ولكن تأخذ أحرف جر مختلفة، أو أحيانا لا تأخذ أي حرف جر. أوكي. أيضا جهزنا، أيضا موجود جدول صغير راح يبين لي كل هاي الأمور. جدول هذا الجدول، فأقول at، عندنا تعابير طبعا قلنا هاي كلها تدل على الزمن، كل هاي التعابير تدل على الزمن. عندنا at, on, in. أوكي. طبعا هذا الجدول بإجابة على كل ما موجود في هاي الفراغات وأكثر طبعا. فأيضا عندنا بعض التعابير تستقبل مثل هاي last night، ما تستقبل أي حرف جر، فقط نضعها في مثلا خلينا نقول في نهاية الجملة last night، وتعني في الليلة الماضية، ما تأخذ أي حرف جر. أوكي. وأحيانا أخرى فأقول on Monday morning. أوكي. In the evening. وهكذا. إذا عندنا هذا الجدول يبين كل الفراغات الموجودة، كل الفراغات الموجودة. At the weekend. Okay. إذا هذا أمر مهم جدا إنه نعرف حرف الجر مع التعبير اللي يقترن به. طبعا هذا مهم أيضا، وهذا أيضا شكل من أشكال الأسئلة. هذا والصفحة اللي قبلها قلنا مهمة جدا، هذا شكل من أشكال الأسئلة في النهائي إن شاء الله. ننهي هاي الوحدة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. المتحدث الأستاذ مساعد الدكتور ياسر عبد الستار مطر، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.